نتحدث في هذه المحاضرة عن أثر أخلاقيات العمل على وظائف الإدارة، لأن الإدارة لها وظائف متعددة، وحين نشوف أثر الأخلاقيات على وظائف الإدارة هذه، وكيف تضمن أخلاقيات العمل أو أثرها على هذه الوظائف، وكيف نقوم بتنفيذها. طبعا كلنا يعلم أن وظائف الإدارة هي التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والرقابة، وبنتحدث عن أثر أخلاقيات العمل على كل وظيفة من هذه الوظائف. إذا أردنا أن نتحدث عن أثر أخلاقيات العمل على التخطيط، فيجب أن نعرف التخطيط. التخطيط لاستعداد المستقبل لمواجهة المستعداد المسبق عفوا لمواجهة المستقبل، لأنه التخطيط إذا أرادت الإدارة أن تقوم به يجب أن ترتب أمورها بحيث تتهيأ وتستعد للمستقبل الذي وضعته هي وخططت له. إذن التخطيط اللي هو الاستعداد المسبق وأخذ الترتيبات المسبقة لمواجهة المشاريع المستقبلية. وبالتالي إذا أردنا أن نرى تأثيرا جيدا لأخلاقيات العمل على التخطيط، فالأصل أنه نقوم ببعض الإجراءات، أهمها أن نقوم ببعض التدابير اللازمة والملائمة لمواجهة المستقبل وما يحمل من تحديات. طبعا شريطة نلتزم هنا بالحدود التي أقرها الله والشرع والسنة، نأخذ كل التدابير اللازمة، لكن هذه التدابير اللي بنأخذها لمواجهة المستقبل يجب أن تكون مباحة مشروع. التخطيط يجب أن يكون لشيء متطلب مستقبلي، لكن زي ما حكينا مشروع غير مخالف للقوانين. الأهداف المشروع التي نتحدث عنها لا يجب أن تتعارض مع مقاصد الشرع الخمسة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. عند التخطيط يجب التوكل على الله بعد الأخذ بكل الأسباب، والقناعة بأن عملية الاستعداد للمستقبل ليست من باب التدخل في عالم الغيب، لكن يجب أن نستعد لهذا المستقبل ونأخذ كل احتياطاتنا. لا، احنا لا نتدخل في المستقبل، لكن نستعد له كما أمرنا أصلا سبحانه وتعالى: اعقل، وأمرتنا السنة النبوية: اعقل وتوكل. الوظيفة الثانية من وظائف الإدارة التنظيم. التنظيم هي وظيفة إدارية يتم من خلالها تحديد النشاطات المباحة وتقسيم العمل على الأفراد، كل حسب إمكانياته واختصاصاته، مع وضع آليات لكيفية التنفيذ. إذا أردنا أن يكون هناك تأثيرا إيجابيا على أخلاقيات العمل وعلى تأثيرا إيجابيا لأخلاقيات العمل على وظيفة التنظيم، يجب أن نفهم أن التنظيم هو وظيفة من وظائف الإدارة تلغي أي امتيازات مبنية على اللون أو العرق أو الجنس أو أي امتياز آخر. كل الامتيازات الممنوحة في التنظيم ممنوحة فقط بناء على القدرات والمؤهلات التي تتوافر في كل شخص، وهذه الامتيازات يجب أن تكون عندما نمنحها يجب أن نكون محايدين دون أي مؤثرات خارجية. التنظيم قائم على التعاون في البر والتقوى بين الأفراد والجماعات، ولا يجب أن يكون قائما على المنكر والإساءة، لأن الله في دعوته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن التنظيم وظيفة توزع الصلاحيات والمسؤوليات طبقا للمؤهلات. التنظيم يجب أن يكون التعاون بين الأفراد والمجتمعات قائم على دعم الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التنظيم والحرص على العمل المشترك يجب أن يكون من أجل تحقيق أهداف مشروع.
التنظيم يحقق أهدافه إذا كان قائما على العدل والمساواة واحترام حقوق وواجبات كل الناس العاملين في التنظيم الواحد. التنظيم إذا أردنا أن نمارس تنظيما بأخلاقيات عمل جيدة، يجب أن يأخذ بالاعتبار الحاجات الروحية والمادية للعاملين لديه في المؤسسة أو المنظمة، ويشبع هذه الرغبات. بمعنى نعطي بقدر ما نطلب، فيجب أن يكون هناك انسجام بما نعطي من رواتب وما نطلب من أعمال. بدنا نشوف وظيفة أو أثر أخلاقيات العمل على الوظيفة الثالثة اللي هي التوظيف. التوظيف كوظيفة من وظائف الإدارة يهتم بتزويد المنظمة أو المؤسسة بحاجاتها من الطاقات البشرية المتاحة، طبعا ضمن مفهوم مهم وهو تكافؤ الفرص وعدالة الاختيار، لأنه كل ما تكافأت الفرص وعدلنا بالاختيار كل ما كان هذا التوظيف ناجحا وموفقا. خصائص التوظيف الجيد الموفق، أنه تعمل دائرة التوظيف على تزويد المنظمة أو المؤسسة بحاجاتها فقط من الطاقات البشرية، لا نبالغ في التوظيف، ناس ما لنا، ما احنا بحاجة إلى لهم، ليش إذا احنا بحاجة إلى 10 لماذا نعين نوظف 20؟ طبعا أن نوظف برضو بما لا يقل عن حاجتنا، نحتاج إلى 10 نوظف 5، يصيب 5 يقوم بعمل 10، هذا لا يجوز. إذن خصائص التوظيف أن نوظف ما نحتاجه فعليا. من خصائص التوظيف الجيد أن تتم عملية الاختيار بناء على معايير محددة. المعايير المحددة يجب أن تأخذ في البداية الأمانة والعلم والقوة. من خصائص التوظيف أيضا أن تراعى أو يراعى تكافؤ الفرص وعدالة الترشيح. من خصائص التوظيف أن يسعى هؤلاء الناس الذين سنقوم بتوظيفهم إلى تحقيق أهداف المنظمة، أهداف المنظمة المشروعة، العمل على تحقيقها وعدم السعي لإفشالها أو عدم تحقيق هذه الأهداف. الوظيفة الأخرى من وظائف الإدارة التوجيه، ويجب أن يكون هذا التوجيه، أن يقوم بهذا التوجيه طبعا الناس الذين يعملون في المستويات الإدارة العليا، لأنه التوجيه لازم يقوم به الشخص المعني فقط، القائد، الرئيس، المدير، وهؤلاء القادة والرؤساء أو المدراء يجب أن تتوفر فيهم بعض الصفات الجيدة إذا أردنا أن يكون التوجيه جيدا. الموجه أو القائد أو المدير أو الرئيس يجب أن يكون قدوة حسنة للآخرين، من خلال الالتزام، من خلال الأداء. فالمفروض أنه أول صفة يجب أن تتوفر في الموجه القائد القدوة الحسنة. يجب أن يتحلى هذا القائد بالصبر وإعطاء الفرصة الكافية للعاملين، تعطيهم فرص متساوية للبدء بتنفيذ التوجيهات، تعطيهم توجيهات، أعطيهم فرص وفرص مناسبة عادلة للجميع حتى ينفذوا هذه التوجيهات. في شوية معايير وأخلاقيات للتوجيه يجب أن نوجه في نطاق المشروع الأخلاق الإسلامية، يعني يجب أن نوجه في تنفيذ المهام التي لا يوجد فيها مشقة غير عادية، مشقة مضاعفة. التوجيه لا يجب أن يكون للتثبيط من عزيمة المنفذين،
يجب أن يكون باتجاه المقابل تحفيزهم. التوجيه لابد أن يكون واضح ومفهوم حتى الناس تنفذ. التوجيه يجب أن يراعي الظروف الشخصية للعاملين والموظفين عندما نوجه لهم أو نوجههم، لأنه يجب التوجيه أن لا يتعارض مع قاعدة مع الآية الكريمة التي تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الأخلاقيات يجب أن يكون لها تأثير على وظائف الإدارة، وهذه الوظائف لازم تكون واضحة. أيضا لما بنتحدث عن التوجيه، تحدثنا عن التوجيه في ضمن التنظيم، التوجيه في ضمن خلينا نقول التوظيف، التوجيه ضمن التخطيط. أيضا المفروض أنه يكون في عندنا أخلاقيات في وظيفة مهمة من وظائف الإدارة وهي الرقابة. أخلاقيات العمل المتعلقة في الرقابة، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك أخلاقيات برقابة الموظفين، بمعنى أنه لما نراقبهم أن نساوي بمراقبتهم، أنه بعد ما نراقبهم أن نأتي للتقييم، أن يكون التقييم عادلا للناس الذين قمنا بمراقبتهم. بعد الرقابة يجب أن يكون هناك أخلاقيات تتعلق بالتحفيز، يعني أنه إحنا عندما نكتشف الخطأ ونأتي للمحاسبة أن يكون المحاسبة مهذبة، أن تكون أخلاقية، أن تكون ضمن الأطر الشرعية. نبتعد عن الغلظة في الرقابة وفي التقييم، أن يكون هناك كلمة حسنة في الرقابة، لأنه الكلمة الحسنة لها الأثر على تقييم وتوجيه الناس اللي وجدنا أنهم لا يقومون بأداء وظائفهم. لكن في المقابل يجب أن نكون حاسمين في الرقابة، زي ما احنا ندعو الى اخلاقيات العمل في الرقابة التي تدعونا الى اللين، الرقابة بالحسنة، بمعنى انه ان نكون خلينا نقول لينين وليس ضعيفين. نطالب في المقابل ان تكون الرقابة صارمة لكل من يصر على المخالفة وعلى عدم أداء المهام، لأن الموازنة بالرقابة قضية جدا مهمة. يجب أن لا نكون لينين إلى حد الضعف، ولا يجب أن نكون صارمين إلى حد العنف والتثبيط. إذن الأخلاقيات العمل يجب أن تنعكس على الرقابة، وبالتالي بصير نحصل على أعلى الفوائد من الرقابة إذا تأثرت بأخلاقيات عمل جيدة.